كابتن ايمن مكملين لقاءاتنا ومعانا عمار حمدي. عمار يعني النهارده بنقول لك مبروك على شرط الكابتن، اول مره كابتن الفريق النادي الاهلي النهارده، واداء اكثر من رائع، واعتقد اديت دور اكثر من رائع النهارده. الحمد لله اللعيبه كلها، اللعيبه الصغيره كلها، ما فيش هنا لعيب صغير ولعيب كبير، كل واحد بننزل الملعب كله بيعمل اللي عليه. اللعيبه كانت رجاله الحمد لله النهارده على النتيجه. احنا تعبنا، كنا طمعانين ان احنا نكسب، بس الحمد لله على البنت، اهم حاجه اللي احنا ما خسرناش. اوضه اللبس والمحاضرات، يمكن مستر مسلمان عمل لكم محاضره امبارح ومحاضره النهارده، كنتوا بتتكلموا في ايه؟ مستر موسيماني شدد علينا ان احنا كل لعيب فينا يلعب بمزاجه ويلعب براحته، ما فيش اي ضغط علينا، كله يطلع اللي عليه، والحمد لله اللعيبه كلها كانت على قد المسؤوليه النهارده. طبعا اي حد بيلبس تيشيرت النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها صغير وكبير، بننزل الملعب بيبقى حاجه ثانيه، والحمد لله يعني النهارده على البند كنا طمعانين ان احنا نكسب، بس الحمد لله ان شاء الله نعوض في اللي جاي باذن الله. اشاره الكابتن، اول مره تبقى كابتن الفريق النادي الاهلي النهارده، احساسك ايه؟ طبعا حلمي، طبعا اول حلم ان انا العب في النادي الاهلي، طبعا ثاني حلم ان انا اخد تيشيرت الكابتنه، فخر ليا طبعا، وان شاء الله مزيد باذن الله من البطولات ان شاء الله. عمار، يمكن ادائك وكمان الناس جمهور النادي الاهلي وشايف ادائك عامل ازاي، اعتقد الجمهور يعني ليه امال كبيره قوي عليك، تقول لجمهور النادي الاهلي وتوعدهم في الفتره الجايه؟ طبعا انا بشكرهم جدا على التشجيع اللي هم بيشجعوني وعلى طول في ظهري، وان شاء الله باذن الله احاول اعمل لهم اي حاجه على الدعم اللي هم بيدعموني، وان شاء الله باذن الله اكون قد المسؤوليه باذن الله. حبيبي كابتن ايمن، ده كان لقاءاتنا مع محمد مغربي وعمار حمدي لاعبي النادي الاهلي، ان شاء الله مستمرين ومزيد من اللقاءات. كلمه ليك حضرتك. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. كابتن علاء، انت